الاهم دلوقتي في وسائل الاعلام المختلفه، واللي بيحصل حتى لما جماهير النادي الاهلي بتتكلم، ايه قصه المدير الفني؟ وبرضه باكد زي ما كنا بنتكلم امبارح يا ساره على قصه الصفقات وقصه الانتقالات ومدى السريه اللي تحاط بيها المفاوضات مع اي لاعب مفترض انه هينتقل للنادي الاهلي. اعتقد انه السريه بتبقى مضاعفه كمان في حاله اذا كان التعاقد بيتم مع مدير فني. خدوا بال حضراتكم ان احنا بنتكلم على اكتر من معيار مهم جدا. انا عارف طبعا ان الشغل الشاغل والهدف الاهم اللي ليه الاولويه الكبرى والقصوى هو بطوله افريقيا، طبيعي جدا عايزين نطمن مين المدير الفني اللي هيتولى المسؤوليه او اللي هيكمل، لانه الحقيقه لغايه اللحظه خدوا بال حضراتكم وارد جدا يوم الخميس نسمع انه فايلر مستمر مع النادي الاهلي، ده احتمال وارد. وحتى لو لم يكن الاحتمال الاكبر فخليني اقول لحضراتكم كمان انه الاهلي مش بس عينه على بطوله افريقيا، الاهلي كمان عينه على ما بعد افريقيا على استعداد لسيزون جديد، عندنا عدد كبير جدا من الاهداف وعندنا عدد كبير جدا من المسؤوليات، بالتالي ده برضو محطوط في الاعتبار. التوقيت كمان يا ساره بيتهيألي عامل مهم، احنا بنتكلم على توقيت في منتهى الصعوبه، بدايه المساحه الزمنيه اللي بتفصلنا على ذهاب واياب بطوله افريقيا ضيقه جدا، وبالتالي ده عنصر ضغط. ونحط كمان في الاعتبار انه معظم المسابقات ابتدت ومعظم الفرق الكبيره جدا سكنت المديرين الفنيين، وبالتالي عشان تختار اسم يتفق مع فلسفة واستراتيجية وأهداف وحجم وجماهيرية النادي الأهلي ده شيء مش بالهين. ولكن في النهاية خليني أقول برضو أنه سيتم الإعلان بشكل رسمي ونهائي عن هذا الموضوع بشكل حاسم يوم الخميس. يمكن زي ما قلنا يا احمد وانت كمان قلت ده انه من حق الجمهور طبعا انه يبقى قلقان الفتره دي لانها فتره حاسمه وفتره مهمه وداخلين على بطوله افريقيا ودي الهدف الاكبر دلوقتي، فطبيعي يكون في قلق انه مين المدير الفني اللي جاي. ولكن زي ما قلنا كامل الثقه في مجلس اداره النادي الاهلي اللي اكيد اكيد يعني عينيها على الفتره اللي جايه بشكل يعني حريصين جدا انه طبعا بطوله افريقيا تكون من نصيب النادي الاهلي افريقيا التاسعه، فاكيد الناس دي عارفه هي هتختار مين الفتره اللي جايه، سواء بقى فايلر كمل او ما كملش ده برده هيتم اعلانه بطريقه رسميه، يعني ما نسمعش كلام من بره. بالظبط كده، هي دي النقطه اللي بتكلم فيها جمهور النادي الاهلي، انه انا عارف انكم بتسمعوا اسماء كتير جدا بالزبط. اسماء من ولاد النادي الاهلي واسماء من جوه النادي الاهلي واسماء من بره واسماء كانت تولت المسؤوليه في النادي الاهلي قبل كده اجانب ومصريين، ولكن كل ده غير صحيح، وده الرساله الاهم اللي حابين كنا نوصلها فيه. ويمكن زي ما انت قلت لو في سريه في فكره التعاقدات مع اللعيبه فهتبقى 10 اضعاف فعلا مع المدير الفني. صحيح. وهيتم الاعلان بشكل رسمي اكيد من خلال النادي الاهلي لو في مدير فني جديد. صحيح. خلونا نبتدي حلقتنا ونروح